انترفيو الشخصيه المهمه شو اناني تيراجي شوقناني 37 سنة عاشق الكرة القدم وعمرني في حياتي ما كانت عندي العلاقة مع كنشوف منتخب النسوي ما عمرني سمعت به كاع كنت تفرجت في واحد الوثائقي كان هو الكود كور اللي عندي لهذا المنتخب وخلاني مشيت تفرجت فيهم في كوب دافريك مشيت كاع الماتشات تقريبا وليت من أكبر العشاق ديال هذا المنتخب هذا عرفتي النيفو اللي كيفاش كيلعبوا به ما يمكنش راه كانوا عرفتي النفس اللي عند الدريات والحاجه اللي جاتني بيزار ان الدريات اللي كانوا في المنتخب لا اللاعبات اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه لا اللاعبات اللي كيلعبوا اوروبا تبارك الله في دوريات كبار راه كنلقاو روزيلا توتنهام راه ما يمكنش ما كرهتش نمشي لاسترالي ونشجع البنات ولكن البعد والامكانيات داكشي كامل ما قدرناش نمشيو وحنا الدريات قلوبنا معاهم وكنتمنوا لهم كل الخير وغنشجعوهم وما حاسين بينا كنبغيوهم وغنشجعوهم وان شاء الله يكون الخير يا رب.